دي جي. السلام عليكم مستمعي قناة شوف فيه هاد ألبت اليوم باش من مدينة الرباط من قلب المقهى السابع المقهى اللي عندنا واحد التاريخ واحد التاريخ اليوم جمع المستقبلين اللي تقريبا تتكون 30 عامل وعاملة اليوم جينا باش ناخذ معاهم التصاريح ونشوفوا الوضعية ديالهم كيفاش بقات دابا اليوم الثالث الشباب هادي كما كنلاحظوا بأن المقهى راهي في كل شيء مبقاش خاطر كاع السلام عليكم، مرحبا بكم وبالمواكبة ديالكم ومشكورين على هاد المواكبة ديال المعاناة ديالنا. حنا الشريعة ديال ساكيامار اللي كنتكونوا من 30 عائلة، وهذا الزمان وحنا خدامين كبرنا في هاد البلاصة هادي، كبرنا معمرين المحل الله يعمرها دار، ولينا خوت ولينا عائلة وحدة. اللي بغيت نقول هو احنا كنا خدامين بحالنا بحال عبر الباص، حتى جات واحد هادي واحد الشهر ونص جا السيد الباشا والتعاون ديال السلطة وقالوا لنا سدوا المحل 3 ايام، وامتحنا وسدينا المحل ودازت 3 ايام، وعاوتاني جاو عندنا شفاهيا وقالوا لنا عاوتاني سدوا، عاود سدينا بقات بحال هكا مدة ديال شهر، 12 شهر حنا بلا خلاص بلا خدمة، والمعاناة ديالنا كتواصل. دابا حنا تنشدو الحكومة تحس بهاد المعاناة اللي كنعانيو بها، تحس بالضرر اللي لحق بهاد 30 أسرة وما يزيد على الناس اللي كتعانى معانا من النعناع والحليب والقهوة وزيد وزيد، يعني خسارة كبيرة. وحنا هوا في الهوا سوا مع مول المحل، هو وقف حنا واقفين. دابا السؤال المطروح هو عايشين في واحد التهديد خطير، احنا دابا شهر ونص ما خدامينش وكنسمعوا كل خطرة خبر تيفجع اكثر من الخبر الاخر. دابا سمعنا بان غادي يهدموا هاد المبنى، هاد المقهى غادي يهدموها، حنا فين غادي نمشيو؟ 30 عائلة فين غتمشي؟ واش هاد الحكومة فكرت فينا؟ واش هاد المسؤولين فكروا فينا؟ واش فكروا في المعاناة ديالنا؟ واش قالوا هاد الناس هادو عندهم باش يعيشوا ولا ما عندهمش باش يعيشوا؟ واش وفروا لنا شي مراصد ديال الشغل؟ واش وفروا لنا شي تعويض؟ حنا
المخير فينا هنا مديون، المخير فينا عنده الدين. الناس دارية، كاين اللي غير فرض واحد هو اللي خدام على عائلته. ومن هذا المنبر هذا كنوجه انا رسالة لصاحب الجلالة نشره الله وإياه، يشوف لنا الحل، يدير لنا حل في هذه المعضلة راها أثرت فينا وأثرت في العائلة ديالنا، وحنا راه كنعانيو واحد المعاناة لا توصف. وشكرا. شي موثق تعطيوك واحد الوقت فين تداك الامر فين تقلب على راسك. شكون هذا الفرق؟ شكون هذا الفرق؟ حنا تنعرفو الفرق كاين الله سبحانه وتعالى.
الفوق كاع اللي هو صاحب الجلاله اللي تناشدوا هذا المنبر هذا باش يلقى لنا شي حل يشوف محال هاد العائلات هادو راه بنادم راه عالم بها ربي وشكرا. السلام عليكم. شكرا لكم الشرطي. انا عامل بمقعد الفن السابع مده 18 سنه هذه. انا خدام هنا خويا ما علينا ما بينا جو ستم خدام هنا خويا ما علينا ما بينا ما عرفناش شنو تاجو قال غادي تسدو عائله الشردات دابا شهر ونص حنا جالسين من الخدمه حنا ما عارفينش شنو اللي كاين والمحل براسو ما عارفش شنو وقع السلطه ما عرفناش من شنو السبب ما عطاونا لا سبب لا والو جاو المحل قلنا المحل ديالنا غير شهر ونص حنا جالسين ما خدامينش جينا عاوتاني دابا جاو حلو جاو دابا بغا يهدمو لنا المحل وداكشي انا تنشكر هاد العمال اللي صابرين ساكن وهذا وتنشكر القناة الكبير والنداء ديالي الواحد الباب اللي باقي لنا هو ديال الباب ديال الملك محمد السادس نصر الله وعيده انا ودي كاين عائلات هنا وكاين ناس خدامين عندهم كريدي عندهم مسكين مصاريف يوميه حنا مضروري النداء اللي غادي نوجه لصاحب الجلالة محمد السادس نصر الله هو يشوف من حالنا ومن حال هاد العمال هادو ام المحل مسكين بيدو ما عارفش اشنو السبب اللي غي الباب اللي غيتواجه لي مع المصير ديالنا هنايا دابا مفقود كاين ضرب 12 عام 13 عام وهاد مولي المحل خدمنا معاهم حنا صغار كبرنا هنا كبرنا في هاد المحل وتنتألمو بزاف وتنواجهو رسالة ديالي لجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده هو يشوف من حال العمال وشكرا شكرا قناة التيفي شكرا. السلام عليكم. معكم الحسن قد عامل في هذا المقهى ست يمر لمدة طويلة من صغري وأنا خدام هنايا وهاد الناس هادو راه شي شهر دابا شي شهر قل شي حاجة راه جاو سدوا لينا ودازت واحد المدة واحد 25 يوم جينا حلينا وجا القايد والباشا وجا عندنا لهنايا وفوقت الجمعة الناس يصليو الجمعة تيجيو تنديرو سكسو وداكشي وجاو نوضوا الناس من الطوابل وهاد الناس هادي راه حشومة عليهم راه ضيعونا سميتو وعندنا الكرا وعندنا الدراري تيقراو وهذا وعندنا الكرا واش مول الكرا دابا شكون ما فهمتش أنايا وتناش جلالة الملك محمد السادس نصره الله يشوف من حال هاد الناس هادو راه فوق 35 واحد هو وخدام هنا اكثر من 35 واحد والناس راه مضرين وتنتمنى هاد الرسالة هادي توصل وشكرا. السلام عليكم. بغيت نوجه واحد النداء الله يجزيكم بخير. هاد النداء سنتمنى يوصل لجلالة الملك الله ينصره والله يخليه لينا. انا وحده من هاد العمال ديال السات يامار الفن السابع. هاد السات يامار هذه كما تتشوفوا معايا راه الدار الثانيه ديالنا اللي تنعيشوا فيها اللي تنعيشوا مع العمال او لا مع الناس العاملين اللي هنايا سواء رجال او لا نساء كثر اللي ما تنعيشوا مع وليداتنا وكثر اللي تنعيشوا في ديورنا. انا اليوم تنطالب بجلاله الملك يشوف من حالنا كما تنقول لكم حنا مهدين للسدان.
تصوروا احنا 30 عامل او 30 عامله في هذا الفن السابع اللي احنا حاليا تقريبا 37 يوم وحنا جالسين من العمل ديالنا اللي ما عندناش واحد الدخل. عندنا وليدات، عندنا مسؤوليه، عندنا كره، عندنا بزاف الحويجات. ان هازين واحد الاسره من هاد الساتيامار. هاد الساتيامار بالنسبه لي انا تتعني لي الكثير، حيت مده وسنين واعوام وحنا خدامين فيها. كما انا ما بقيتش عاقله على الوقت اللي خدمت فيه، حيت جينا صغار وبدينا صغار 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 في هذا العمل هذا. كبرنا وتزوجنا ولدنا وليداتنا، راه الوليد الكبير انا تبارك الله راه عنده 19 عام. ان راه كما قلت لكم هازين منها واحد العائله واحد الاسره اللي ما 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 يقدرش يعوضها لنا الا الله سبحانه وتعالى. تنطالب بالحقوق ديالنا، يجيبوا لنا واحد الدليل علاش هاد الساتيامار بغيتوا تحرمونا منها، علاش هاد الساتيامار سديتوا لنا واحد الابواب من الابواب ديالنا اللي تنترزقوا منه الله، تيكون عندنا واحد الدخل اللي هو شهري باش تنصرفوا على الوليدات ديالنا. الله يحسن العون. كاين اللي كاري، كاين اللي يتيم، كاين اللي ماشي ولد الرباط، ان راه عنده تيدي بلاصه من المدينه لمدينه باش يجي ويحارب. يقول لك هذا القانون او هاد الناس باغيين يخدموا الشباب، باغي يعطوهم واحد العمل باش ما يكونش عندنا اجرام، ما يكونش عندنا بزاف ديال الحويجات اللي يكون عندنا في المغرب. باغي الناس يوظفوهم، باغي يديروا لهم شي عمل لهم ولوليداتهم، للشعب الجديد. حنا حنا بحال حطمونا ماديا ومعنويا، بحال حنا شردونا. هذه راه الساتيامار، راه العائله ديالنا او الدار ديالنا اللي تنعيشوا في هذا الساتيامار اكثر من تنعيشوا في ديورنا. تندخلوا منا واحد الدخل، ان تنحسبوا وقت الشهر وقتاش يجي واحد في الشهر ونشدوا هذاك المبلغ باش نخلصوا به الاحتياجات ديالنا، نخلصوا به كرانا، نصرفوا به على عائلاتنا. عند بزاف الناس اللي عندهم مسؤوليات، كاينين معايا سيدات اللي هما حاملات على وشك ولاده، كاينين معايا رجال اللي خدامين وعندهم مصروف وتصرفوا على عيالاتهم ووليداتهم، كاينين بزاف الناس. حنا تنطلبوا اليوم الحقوق ديالنا ولا الحقوق هاد العمال كاملين اللي كاينين في الساتيامار. شنو هو المصير ديالنا؟ شوفوا فينا، حنوا علينا. هاد الوقت راه تبدلات، راه حنا ماشي باقيين في التسعينات ولا السبعينات، راه واحد عام 2021. ان راه حنا غادي تنتقدموا ماشي غادي تنتاخروا. ان خصنا نشوفوا المستقبل ديالنا وديال وليداتنا، خصنا نشوفوا مستقبلنا شنو هو، شنو هو المصير ديالنا. حنا تقريبا 27 يوم وحنا سادين، 27 3 37 يوم وحنا سادين. ما بقيتش حافظه حتى نهار سدينا 37 يوم. 30 اسره، 30 اسره راه ما تنحسبهاش من مفرد، تنحسب كل اسره وشحال عندها ربه بيوت. كاين اللي خدامه على باها وامها، كاين اللي خدامين على وليداتهم، كاين اللي خدامه على راسها، كل وحده وظروفها شنو تعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. سدينا نهار 15 في شهر 10، جاء الباشا وجاء القايد بليله الجمعه. تنوجدوا كما تتعرفوا الساتيامار معروفه بالماكله المغربيه، اي حاجه بغيتوها غتلقاوها هنا. ان حنا وجدنا الماكله ديالنا ديال الكسكسو اللي معروف في الساتيامار، اللي الناس تيجيو منين ومنين تياكلوا الكسكس كسكسو في الساتيامار. وقت الغدا جا الباشا وجا القايد اللي تينوض الزبائن هما جالسين وتيقول لهم نوضوا الله يخليكم، راه الساتيامار غادا تسد. شنو هو هاد الدليل باش غتسد هاد الساتيامار؟ ورونا دليل اللي هو مقنع باش نسدو. تنسولوا اب الاسره تيقول لي انا بحالنا بحالكم، حتى هو ما عارفش شنو هو المصير ديالنا حنا باش غادي نجلسوا في الديار. دازت مده 3 ايام ولينا حلينا نفس المشكل، عانيناه ونفس المشكل وقعنا فيه، اللي جا عاوتاني الباشا والقايد عاوتاني سد لينا بدون مبرر، بدون شي وثيقه اللي هي مثبوت منها. حنا ماشي ضد القانون، حنا مع القانون، حنا ما تنخالفوش القانون، حنا مع القانون، ولكن يعطينا شي دليل اللي هو مقنع باش حنا غنخوو هاد الساتيامار اللي حنا مولينا مهدين. حنا بحال ولا فينا واحد الرعب، واحد الخوف، ان غدا غتنتشردوا، غدا ولا بعد غدا حنا مشر، حنا اصبحنا متشردين من النهار اللي سدوا علينا الباب، حيت ما كاينش اللي تيدق علينا في الباب وتيعطينا باش نخلصوا الكرا ولا باش غادي نصرفوا ولا باش غنشوفوا شنو هما الحقوق ديالنا. فينا هما اللي قال لك غيعوضوا لنا الحقوق ديالنا؟ ما كاينش، ما كاين التعويضات. شنو هو في العمل؟ ما عرفناش شنو هو المصير ديالنا، المصير ديالنا شنو هو؟ بغينا تنطلبوا من جلالة الملك يشوف من حالنا ويشوف من هاد 30 خدام اللي خدامه ناس قدام، سواء رجال أو عيالات، موظفين اللي هما قدام 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 بزاف. هاد الساتيامار رحنا بنيناها تقريبا على يدينا، رحنا كبرنا فيها، كاين اللي تزوج هنا، كاين اللي ولد هنا، كاين اللي دار وليداته كبرهم من هاد الساتيامار. راه ما نساوش خير الساتيامار، خير الساتيامار راه معروفة الفن السابع،
احنا ماشي هذا النداء تنوجدوه لسيدنا وتنوجدوه لجميع الحكومه. حنا راه ماشي ضد القانون، غير حنا تنطلبوا بواحد الحقوق ديالنا وديال العمال ديالنا، بغينا نعرفوا المصير ديالنا شنو. حنا البارح طالعين هابطين كما تتشوفوا في الفيس، تلقينا واحد لي فيديو مرمي، ان الساتيما راه مهده الغدا غتصبح على حساب اليوم الحد غتصبح مريبه، ما جاناش النعاس. تصوروا حنا تنسكنوا مدينه بعيده، حنا تنديبلاصاو عاد باش تنجوا الساتيامار، حنا ساكنين في سلاخ خارج الرباط، جينا مع 6 ونص ديال الصباح باش نشوفوا هاد الساتيامار علاش غاديين يريبوها، ما نعسناش. تتخيلوا معنا النعاس ما شفناش كيف داير. وليداتنا سمحنا فيهم وخليناهم وجينا للساتيامار باش نشوفوا الحل شنو هو، اولا المشكل شنو كاين. لقينا ما كاين حتى شي حل، ما لقينا حتى شي دليل اللي هو مقنع باش غتسد هاد الساتيامار. حنا تنطالبوا من جلاله الملك يوقف هاد النزيف، يوقف هاد النزيف ويشوف المصير ديالنا وهاد المعاناه ديال هاد الموظفين اولا هاد الخدامه الزبائن ديال الساتيامار حتى هما. وشكرا لكم بزاف، حنا تنطالبوا بالحقوق ديالنا. السلام عليكم اخويا. قالك بدل البلاصه. كملنا ضروري. السلام عليكم اخويا، انا يا عامله ديال الساتيامار، كندير الكوزينه الماروكان. خويا حنايا البارح كنا في ديورنا تتفاجئنا بان وصلنا فيديو بان الساتيامار عاوتاني كيهدموها. خويا انا كنطالب غير بحاجه وحده، كنطلب من جلاله الملك محمد السادس هو يوقف معانا ويشوف من حالنا ويشوف من 30 عامل هنايا. 30 عامل كلها غتشرد، كلهم خدامين، كاين اللي عنده وليداته، كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده والدي خدامين عليهم. وصافي انا دابا انا كنطالبوا خويا الساتيامار تبقى لنا من جلاله الملك يوقف معانا. الكلمه الاخير ديالنا كنطلبوا بالساتيامار تبقى لينا، هادشي اللي كنطلبوا من السلطات المحليه. صافي حنا بغينا الساتيامار، لان حنا كما قالت السيده اللي خدامه معنا، كاين اللي تزوج فيها، كاين اللي ولد فيها، كاين اللي بزاف د الحوايج، يعني راه مده طويله وحنا فيها، راه ما ساخينش بها عباد الله. صافي والله ياخذ الحق. الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره اللي تنوجهوها لسيدنا الله يرحم لك الوالدين، وشوف من حالنا سيدنا، شوف من حال هاد الخدام ولا هاد العمال اللي كاينين في الساتيامار. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا. شوف حقوقنا، الله ينصرنا على الحق، وشوف الواجبات ديالنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك السادس، الله ينصر سيدنا. كما كنلاحظوا متابعي قناه شوف تي في فهاد البث المباشر، يعني صرخة ديال المستخدمين، يعني كما كنلاحظوا متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مقهى فن السابع المقهى المعروف، كما كنلاحظوا بان يعني الصرخه ديال المستخدمين، الناس كاين اللي خدام 20 عام، كاين اللي خدام 14 عام، يعني شنو المصير ديال هاد الشغيل هادو، يعني من اليوم هما متشردين، يعني يتشردوا، يعني كاين عندهم عائلاتهم، عندهم وليداتهم، كاين اللي خدام على باه، كاين اللي خدام على مو، كاين اللي خدام على مراتو، كاين اللي خدام على ولادو، كاين كل واحد شنو كيدير. ربما حنا كنتمناو لهم الخير من عند الله سبحانه وتعالى. وكما لاحظتوا راه تابعتوا المباشر يعني من قلب مقهى الفن السابع، وهذه هي الرساله الواضحه ديال الناس اللي كيشتغلوا في هذا المقهى منذ اكس ازيد من 10 سنوات او 16 سنه. يعني المقهى اصبحت خاليه، يعني هادشي كامل اللي كان ما بقاش تبخر، يعني كما كنعرفوا بان هذا المقهى كنا كنشوفوا فيه الناس، كنا كنشوفوا فيه مثقفين، كنا كنشوفوا فيه ممثلين، فنانه، يعني العمالقه ديال الفن كانت كتشمل يعني وكتقطب يعني جميع الفئات. حتى
حتى من السياح كانوا كيعرفوها، يعني معروفه يعني على الصعيد المغربي وربما تكون حتى الصعيد يعني حتى الصعيد العالمي. هذا المقادي عنده واحد الدلاله، عنده واحد التاريخ، عنده واحد معروف بان اي انسان كيكون في شي مدينه، في طنجه، في مراكش، في الصويره، في اسفي، في الرشيديه، في المكان كيكونوا دايرين واحد اللقاء تيقولوا فين غنتلاقاو، في الفن السابع. يعني هذا الفن السابع ولات واحد النقطه اللي هي معروفه عند جميع المغاربه كافه. ايوا الله يدير لهم شي تاول الخير من هذا المنبر هذا.